ورجعنا لكم بعد الفاصل اعزائي المشاهدين ومكملين فقرتنا الثانيه مع ضيف العزيز اللي مشرفني الكابتن اشرف فوله بطل العالم في كمال الاجسام. اهلا بحضرتك الكابتن. اهلا بيك يا استاذ. اهلا بيك يا كابتن ومنورنا على حبيبي شاشه الصحه والجمال. بنصلح حالك. وخلينا كده نبدا كده نقرب من كابتن اشرف اكتر وكواليسه، وبعدين نبدا كابتن اشرف فوله، قاعدين يعرفنا مين هو كابتن اشرف وليه اختار الرياضه بتاع كمال الاجسام اللي هو يحترفها. اشرف فوله انا لاعب منتخب مصر، حاصل على عدد من البطولات طبعا ما شاء الله يعني لا تحصى. وضع رياضي يعتبر انا من منتخب مصر من الناشئين ولغايه صف الاول منتخب مصر، بطل عالم اكتر من مره ما شاء الله يا كابتن. حبي لكمال اجسام طبعا ده العشق كله زي اي لاعب بيحب كمال اجسام بصراحه. فيها كمال اجسام فيها ترتيب الشخصية، فيها الثقة بالنفس، فيها حاجات كتير قوي بصرف النظر عن البطولات. فيها انضباط يا كابتن على ما اعتقد. بص انت كمال اجسام بتدينا خاصة لما بنكون واخد الامور بطولات بتخلي في حاجة داخلية ما بيحسهاش غير اللاعب. فالنهاردة انا عشان جوايا حاجة فيها فن للعبة ففي عشق للعبة لدرجة ان انا درست اكتر من حاجة للعبة علشان اكون علمي اكتر بمعنى صح وافهم لنفسي بصراحة يعني. بالضبط. افهم يعني ايه اكون رياضي وازاي لو انا خلاص مش هلعب مسابقات ازاي لما اجي ابطل مسابقات اكون برضو انا في رياضه لنفسي. صح. اسس نفسي ازاي؟ اسس نفسي ازاي في الرياضه؟ التاسيس ده بقى خلاص بقى احنا يعتبر ايه عدينا المرحله بتاعت التاسيس دي. احنا في مرحله احترافيه خلاص. لكن قصه ان انا مثلا خلاص هبطل منافسات دي قصه ثانيه خالص. في بقى لازم اكون عندي علم ان انا لما اجي ابطل منافسات وانا رياضي رياضي قديم لازم يبقى في استمراريه في الرياضه بس بعدم المجهود اللي كنت بعمله في اثناء البطولات. نظام احترافي مش نظام اللي هو الهاوي كده وخلاص اللي هو يلعب رياضه وبس. الانسان الرياضي احسن من الانسان العادي طول ما هو رياضي. بالظبط. لكن لما الرياضي بيبطل مشاكله كتير ده علم ده مالناش دعوه بيه. فلازم نكون فاهمين الجزئيه دي. كابتن هتنزل معانا على الشاشه دي سنه كام؟ دي 2019 بطوله العالم في اسبانيا. اسبانيا اللي هي من سنتين. انا السنه اللي فاتت ما لعبتش والسنه دي يعني لسه هو بيفكر يعني نظرا لكورونا والاحوال البطوله كانت عامله ازاي؟ البطوله دي ولا البطولات عامه؟ خلينا في الصوره اللي هي موجوده حاليا اللي هي 2019 اجواء البطوله يعني. نفسها. طيب البطوله دي انا ميزان جديد لعبته وما لعبتوش في حياتي. ده كان لسه حاجه جديده انت بتلعب. لا ده ميزان جديد ولله الحمد انا كنت وسط عمالقه من اللعيبه ما شاء الله ومع ذلك اثبت نفسي كلاعب مصري. احنا عندنا خامات مصريه بتخلينا يمكن لو اجتهدنا شويه في اي ميزان بنثبت نفسنا غير بره. خاماتنا المصريه حلوه قوي. شيء مشرف. لا احنا كل شويه مصر الوحيده اللي لها ولاده لعيبه مش واقفه عليا ولا على غيري. نعم. كل شويه في لعيبه كويسه. زمان كانت الامور محدوده لكن دلوقتي لا مش محدوده بعد العلم والتطور وكل حاجه. يمكن البطوله دي مش دي البطوله اللي فاتت دي. ايوه دي كان ليا فيها يعني فيها ايه قصه كده في كواليسها كانت الناس ما تعرفهاش. انا هنا اوفرول البطوله اوفرول ما فيش كلام. جميل. انا من على الميزان خدوني من على الميزان تصوير لوحدي يعني اصل بيبقى ليهم نظره والمصورين والكلام ده كله. جميل. بيبقى ببين اللاعب القوي. بالظبط. فكان ليا سيستم لوحدي في البطوله دي بالذات. كنت واضح وسط اللعيبه لله الحمد يعني. فيمكن البطوله بتتلعب على يومين. اليوم الاولاني انا خلص اوفرول البطوله كلها كمان كله كده اشهد ميزاني والبطوله. يشاء الحظ يعني هي دي في حاجات بتبقى ايه سبحان الله بيبقى ربنا بقى هو الاعلم بيها يعني. انا نزلت بالليل خدت حاجه من المطعم للاسف مش مظبوطه. بالليل انا في تسمم بموت بجد يعني. سببت في تسمم لحضرتك؟ والله تسمم فجاه كده هبوط كامل. اكلت حصل لك تسمم؟ سموك سلمون عامل زي لكن هو جاي من في سمن. طيب الحاجات دي مش بتبقى يعني مراعاه من الفندق او الاقامه اللي انتم موجودين فيها على الاقل؟ والله هو على بطوله هو السموك سلمون ده اكتر من مره زعل ناس كتير قوي بصراحه. الله اعلم بقى عشان هو حساس او حاجه زي كده. انا نزلت في اليوم ده عشان كنت برضو لسه عندي ماتش تاني. يمكن يعني احنا معانا مداخله خلينا ناخد المداخله. اتفضل معانا اتصال. الو السلام عليكم. اتفضل يا فندم. السلام عليكم ورحمه الله وبركاته. اتفضل يا فندم مع حضرتك. اشرف فوله. ازيك يا كابتن؟ ازيك صح حبيبي؟ ازيك حضرتك يا باشا عامل ايه؟ الله يكرمك. الله يكرمك منور الدنيا كلها والله. نورك يا كابتن. نورك يا كابتن. ربنا يخليك. احنا سعيدين ان احنا شايفين حضرتك طبعا ومشاهدين كمال اجسام. حابين نتفرجوا على حضرتك وكل مشاهدات حضرتك.
وطبعا انت منور الدنيا كلها والله. الله يكرمك، تسلم لك يا كابتن. ونطلب من حضرتك انك تفيدنا باي اسئله تخص الشباب الصغيرين اللي طالعه، و يعني ده معلومه من حضرتك ايه. حاضر، ليها نتراحم ان شاء الله باذن الله. حاضر تمام تمام. الله يكرمك يا كابتن. خلينا كده يا كابتن يعني نتكلم على العقبات اللي قابلت الكابتن اشرف في المسيره بتاعته. طيب انا حياتي طويله قوي في اللعبه دي، ويمكن برضه انا من اللعيبه المقاتله اللي هو عندي جلد يعني الحمد لله، بقع واقوم بقع واقوم يعني ما بسلمش. ويمكن في بعض الناس من اللعيبه من المدربين كان قالوا ان اشرف فوله ده من اللعيبه اللي عندها جلد، يعني يمكن احنا ماشيين في الجيل اللي كان معايا انا ناس كتير وانا ماشي كلها وقعت مني يعني كلها قعدت. لله الحمد انا عليا طول نفس. لا 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 لله الحمد لله لغايه النهارده. ومعلش يعني انا برضو مش صغير، ده انا من اقدم اللعيبه بتاعه المنتخب. بسم الله ما شاء الله. يمكن انا دلوقتي في الوقت الحالي انا اقدم لاعب في المنتخب. يمكن كل الابطال كلهم اصحابي وحبايبي، كل دول جم عليا. كل الابطال اللي موجوده حاليا في المنتخب جايين عليا، يعني انا اقدمهم. بس مع ذلك طبعا ما شاء الله كلهم دلوقتي محترفين وكده، يعني مش نتائج كمان افضل مني. بس انا موجود في الاتحاد قبل اللعيبه، قبل ابطال العالم الموجودين دلوقتي. طيب النهارده انا معلش العمر كله انا عشان حابب اللعبه، وهي حياتي بصراحه. يمكن انا في اللعبه يمكن امور كتير قوي انا ما كنت مقفول عنها، لان اللعبه خدت حياتي كلها. انا كان بيجي عليا وقت اتمرن صبح وليل قبل البطوله، البطوله القويه زي بطوله العالم، صبح وظهر وليل. البطوله دي كنت بتمرن اللي هي بتاعه 2019 صبح وظهر وليل، لان كنت بلعب ميزان جديد. انا لعبت 100 وضموا الميزانين على بعض مفتوح وال100، يعني انا لعبت كده مع العمالقه وعايز تاني. طب يعني اللعيبه حاليا يا كابتن بترجع للكابتن اشرف فولت تستفيد يعني من خبراته واستشارات راجل بطل عالم اكتر من مرحله يعني او اكتر من سنه متجاوله، يعني بيستفيدوا ولا انا واللي زيي يعتبر احنا قدوه للعيبه الصغيره كلها؟ اكيد طبعا، يعني طبعا بنكون احنا سابقينهم بحاجات كتير قوي. فلما بيجي اللاعب بيكلمنا في حاجه بتكون بالنسبه لهم معلومتنا، المعلومه بتاعتنا ليها قيمتها بمعنى صح. لان عدينا بقى سيبنا بقى دراسه والخبره اكتر من الدراسه، الامور اللي احنا وقعنا فيها بنخلي غيرنا ما يقعش فيها بمعنى صح. فانا بوفر عليك الطريق. طب معانا مداخله ثانيه يا كابتن، خلينا ناخد المداخله. استاذ اسماعيل، الو. ايوه يا فندم. ايوه يا فندم حضرتك. أيوة. اتفضل يا فندم. السلام عليكم. السلام عليكم ورحمه الله وبركاته. كابتن اشرف اهلا وسهلا بيك يا فندم. فندم عايز معايا ابني، عايزه يبقى زيك كده ان شاء الله، يبقى زي واحسن كمان. يبدا ازاي؟ كم سنه يا فندم؟ معلش يعني كم سنه هو؟ كم سنه؟ عنده 12 سنه. طيب ماشي، انا هجاوب لحضرتك، هجاوب حضرتك السؤال. يعني هو 12 سنة دي. شكرا لك يا استاذ اسماعيل، والكابتن ان شاء الله هيجاوب على سؤال حضرتك. 12 سنة دي لازم يكون ليها ألف حساب. ليه؟ لأن العظم لسه لين. في مدربين كتير قوي ما تفهمش قصة اللاعب لسه نموه بيكمل. فأنا أقدر أدخله الجيم علشان ما أحرموش من الرياضة. بس لازم أكون فاهم إن جوه الجيم ده ما ينفعش يشيل أوزان. لأن فجأة ممكن ألاقي ظهره يتني. القفص الصدري بعد أوقات العظم بتاع القفص الصدري بيبرز لبره، لان العظم لين. بس اقدر جوه الجيم اقوي الالياف بتاعته، الالياف العضليه، بالتمارين اللي هي تناسبه لغايه ما يتم 15 و16 و17 سنه. من هنا ببدا اتعامل معاه كلاعب بقى على سنه، لان في بطولات على سنه. في بطولات 15 سنه و17 و19 و21. محتاجه الاجسام، كمال اجسام. محتاجه يا كابتن، بل ان هم فيهم ابطال عالم كمان ناشئين. محتاجه يا كابتن عشان هو بيخش صاله زي ما قلت لحضرتك كده، سن معين بيحتاج لدكتور تغذيه يقول له العضل بتاعك محتاج ايه عشان يروح للمدرب زي حضرتك كده ويبدا معاه. طيب هو النهارده بقت اللعيبه على درجه عاليه قوي من التغذيه. يعني مدارس تغذيه كتير، بس المهم المدرب الشاطر اللي يعرف ان كل برنامج لكل جسم صح يمشي ازاي بالظبط. لكن ما ينفعش انا احط برنامج هيمشي لينا كلنا. في برنامج يمشي يمشي معايا كويس قوي، معاك ما يمشيش صح. فالنهارده لازم ان نكون المدرب هو فاهم طبيعه الاجسام. ما في جسم بيجي لي عندي الحرق بتاع الميتابوليزم عالي قوي. فلو معلش لو كان قدنا احنا الثلاثه ما بيبانش صح كده، الحرق عنده عالي مفيش دهون. فلازم اكون فاهم ان كل واحد ليه طبيعه جسم، زي ما في مقوله كانت تتقال كل واحد يعرف طبيعه جسمه ويحترمها عشان نعرف نتعامل ونعمل في الاخر نعمل شكل. في حاجات لازم نستغنى عنها وتمام. بقى المدرب النهارده معلش بقى اقوى من الدكتور.
ما شاء الله. وخاصة كمان لو هو ايه، لو هو مدرب فاهم او دارس وكده، مدرب بالظبط فاهم ومحترف. يعني خلينا يا كابتن الحقيقه اشكر حضرتك، الوقت ما اسعفناش ان احنا نكمل اللقاء الجميل، ولكن ان شاء الله يعني لنا لقاءات تانية كتير باذن الله. ان شاء الله باذن الله. يعني كده اعزائي المشاهدين تكون انتهت حلقتنا، وخلوني في نهايه الحلقه يعني اقدم شكر خاص وباسم الاستاذ احمد دياب على دعمه وثقته لنا، وما تنسوش تنتظرونا يوم الخميس القادم ان شاء الله، والى اللقاء، دمتم في رعايه الله وحفظكم.